Oh بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني في الله هل تتخيلون ان البشريه في يوم من الايام يعبدون الاوثان هل تتخيلون ان العرب الكبيريه اللي هم اصل الرساله سيعودون الى عباده الاوثان اللات والعزه وغيرها شيء غريب اسمع القصة من أولها نحن ذكرنا أن عيسى عليه السلام ينزل فيحكم بالقرآن فحينئذ يصبح الناس كلهم مسلمين وحينئذ يحل السلام والرخاء في الأرض طيب طبيعة الرخاء إخواني تجعل بعض الناس يبطر ويجحد كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطاع الرآه استغنى فماذا يحصل؟ فيرسل الله ريحا باردة من قبل الشأن فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو آه فلا يبقى أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه يقول الراوي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كل المسلمين ماتوا بريح باردة جاية من الشام وتقبضهم من تحت اباطهم كما في رواية فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون ألا ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ترجع البشرية إلى عبادة الأوثان وين التقدم العلمي والحضاري والرقي وين راح الدكاترة والمهندسين وين عقولهم يعبدون الأوثان والعرب اللي هم أصل الرسالة سيرجعون عبادة الأوثان يروي الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى اللات والعزى ومناه وذي الخلصة هذه كانت طواغيت وبيوت تعظمها قريش كتعظيم الكعبة كما ذكر ابن كثير اللاتي يا أخواني كان في الطائف لثقيف والعزة بنخلة والمناب المشلل بالبحر وذي الخلصة صوب اليمن كانت قبيلة دوس اليمنية تطوف حوله وتتعبد له ومنهم طبعا أبو هريرة من هذه القبيلة وثم بعد ذلك أسلمت ماذا يحصل قبل القيامة؟ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة يرجع مرة ثانية عبادته وبالمناسبة اللات زارها المستشرق هاملتون ووصفها بأنها كانت هي عبارة عن صخرة من جرانيت وطولها 12 قدم ذي الخلصة ايضا سيرجعون الى عبادته ويطوفون حوله ويروي البخاري ومسلم واللفظ البخاري لا تقوم الساعه حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصه لا تقوم الساعه حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصه من شده الزحام في الطواف على هذا الطاغوت تصطك اعجاز النساء بعضها ببعض يا سبحان الله قبيله دوس اليمنية التي اسلمت ومنهم ابو هريره يرجعون الى عباده هذا الطاغوت ويرجعون العرب ايضا الى عباده اللات والعزه وغيرها من الاوثان اذا كيف بغيرهم؟ اذا العرب الكبيريه اصل الرساله رجعوا الى عباده الاوثان فكيف بغيرهم؟ سبحان الله اذا فساد في العقيده، فساد في العباده وليس هذا فقط يستحلون الحرم، العرب اهل مكه يستحلون الحرم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد ولن يستحل البيت الا اهله. فإذا استحلوه فلا يُسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. سبحان الله واللي يقوم بها العملية واحد ترى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كما روى البخاري وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إليه اسود افحج يقلعها حجرا حجرا وفي روايه الامام احمد ينقضها حجرا حجرا انسان وضيع اصيلع افيدع يسلبها حليتها ويجردها من كسوتها يضرب عليها بمسحاته ومعوله هذا الانسان الوضيع التافه واحد وحيد وبهذه الشاكله يخرب الكعبه وين العرب؟ العرب لأنهم استحلوا الحرم شوف انتقار الحبشة حاولوا هدم الكعبة أيام أبرهة فرد الله كيدهم في نحورهم قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هناك رد الله كيدهم وهنا نجحوا هناك فشلوا وهنا نجحوا ليش هناك فشلوا لان العرب رغم جاهليتهم كانوا يحترمون الحرم ويقدسونه ويعظمونه وهنا في الزمن الاخير لا لا هم يستحلون الحرم ولذلك ياتي هذا الاصيلع الافيدع يخرب الكعبه ينقضها حجرا حجرا اذا لما تكون يكون فساد في العقيده، فساد في العباده واحتلال واستحلال للحرم يتبع ذلك ايش؟ فساد في الاخلاق يتهارجون فيها تهارج الحمر كما روى الامام مسلم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يتهارجون فيها تهارج الحمر يعني يفعلون الفاحشه في الطرقات شهارا جهارا ما يستحون كالحمير فساد في العقيده فساد في العباده فساد في الاخلاق زين وين راحت قريش تلك القبيله العربيه القحة حامية الحرم ها أسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك المرأة أن تمر بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي الله أسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول ها إن هذا نعل قريش إن هذا نعل قرشي المهم هذا الذي سيحصل في اخر الزمان فساد في العقيده، فساد في العباده، فساد في الاخلاق، استحلال العرب للحرم فحينئذ لا قيمه للحياه لان ما في احد يذكر الله. فالله عز وجل يامر باقامه الساعه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله ما حد يذكر اسم الله اذا لا قيمه للحياه اذا فلتفنى الحياه وتقوم الدار الدار الاخره هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين